الشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد. يعني هذه ليست كلمة اعتباطية، هذه كلمة تأسيسية كما نقول في الوضع التشريعي، أو عندما القضاء يحكم باسم الشعب، وعندما يفتتح مجلس النواب باسم الشعب، كذلك القوات المسلحة لا تتحرك بدون مفهوم الشعب، هي ليست نخبة فوقية فوق الشعب. لا مجال أمام هذه الحكومة أو الحكومات السابقة أو الحكومات القادمة إلا تطوير قدراتها الأمنية ودعم القوات المسلحة العراقية بما يمكنها من الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه. اليوم الخلاف بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يؤثر مباشرة على الوضع الداخلي العراقي، فأين نوضع أنفسنا؟ نذهب نتحالف مع أمريكا ضد إيران؟ مشكلة كبيرة. نذهب نتحالف مع إيران ضد أمريكا؟ مشكلة كبيرة. فكيف نوضع العراق في مكان نستطيع أن نحمي العراق هذا الاختلاف؟ وهذه مشكلة عاناها العراق من سنوات طويلة. لذلك هذه الحكومة عندما جاءت، وهو موجود أيضا في البرنامج، لم تبني سياساتها وعلاقاتها الخارجية على الخلافات. نحن لدينا خلافات كثيرة مع إيران، لدينا خلافات كثيرة مع الكويت، مع تركيا، مع السعودية، مع سوريا، مع الأردن، مع لبنان، مع عدد كبير من الدول التي لنا علاقات مباشرة بها. قلنا لا نبدأ بالخلافات، لأن لدينا مشتركات عشرات المرات أكثر من الخلافات. نبدأ بالمشتركات، نبدأ بالعلاقات والإيجابيات مع أوروبا وأمريكا وروسيا والصين، نحرك المشتركات لكي نطوق الخلافات. بسرعة كبيرة نظمنا العلاقات الخارجية بشكل أصبح مشهود أن العراق يلعب دور وسيط بين جميع هذه الدول، وجميع هذه الدول ترى أن الدولة العراقية والحكومة العراقية هي نقطة التقاء. مهمة البرنامج الحكومي أن يحاول الوصول إلى أفضل الخطوات لنزع السلاح وجعل كل السلاح تحت سيطرة الدولة. هناك دولة واحدة اسمها العراق لكل المواطنين، سواء كانوا حزبيين أو غير حزبيين، منتمين أو غير منتمين. هذا مطلب في المنهاج الحكومي، نحاول أن ننظمه. كيف ننظم هذا المطلب؟ عندما جاءت هذه الحكومة من أولى الخطوات كانت محاولة هيكلة الحشد الشعبي مثلا بأمر ديواني وجعله جزء من القوات المسلحة، ونحاول أيضا مع البيشمركة في محاولة احتواء تاريخ طويل. الأمم كلها تجري تعديلات على دساتيرها وتجريها بالطرق الدستورية الصحيحة. الولايات المتحدة دستورها كان 6 مواد، اليوم يجري التعديل أعتقد 22 الكبير. اليابان مثلا دستورها ورقة واحدة، لكن بعدين الحياة فصلت في هذه الورقة في هذه المبادئ وأعطتها كثير من التطبيقات الجديدة. كذلك في دستورنا يجب أن نجري تغييرات، إما لأن بعض المواد أصبحت غير فعالة نحتاج إلى تغييرها، أو لأن بعض الأمور اللي كانت مبنية على توقعات مختلفة واليوم التوقعات أصبحت أكثر واقعية، فبالتالي بحاجة إلى تعديلات دستورية.